أهلا بالجميع، أهلا وسهلا لهذا الزوم اللقاء. لخمس حيل لخلق المال لكلاسات أكسس، وأنا ميسرة الأكسس وأيسر كثير من الكلاسات، الكلاسات الجسد 3 أيام والفاونديشن والكينونات، وأعمل أيضا تيسير لكلاسات الحركة. هو أنك تخرج من جسمك وتخرج من عقلك وتدخل في جسمك وتستكتشف فعليا السحر، وأنا أعمل كثير من الأشياء حول السحر وأيسر الكثير. وأنا أيضا أعمل على أساس مع الطاقات وخلق ما هو متاح وكأنه بالسحر، فسحريا. فهذا اللقاء اللي عملته لما صرت، أول ما صرت ميسرة، لما قلت، لما بدأت هذا الكلام، هذا الموضوع هو أكثر مشاهدة، اللي حصل على أكثر مشاهدة على اليوتيوب. فإذا كان إحنا نتكلم عن أكسس، عن كلاسات الأكسس، لكن يمكنكم أن تطبقوها على أي شيء. إذا أردتم أن تعملوا يوغا، أو حتى إذا كان حبيتوا أن تذهبوا في عطلة أو تشتروا بيت جديد، يمكن أن تستعملوا هذه الأدوات في كل شيء. وهذا بخصوص الاختيار، هو بخصوص الكلمة السي الكبيرة، أي الاختيار، choice. فقررت أني أعمل هذا مرة أخرى عشان تستقبلني وتستضيفني لكلاس 3 أيام للجسد في دنفر. لا، ليس دنفر، في ميشيغان، ليس في دنفر، وفي مدينة جميلة اسمها الأربل، وفيها شجرة، أشجار جميلة جدا. ومثل كل الكلاسات، الأشخاص يريدون أن يذهبوا ولديهم كل وجهات النظر المحدودة بخصوص المال. فكم منكم تنظروا إلى شيء، مثلا تنظروا إلى شيء تريدون أن تختاروا أنه كلاس أو ملابس أو شيء معين، إيفنت، وتقولون أنا أريد هذا. أنتم تعرفون أنكم تريدون هذا، وتعلمون أنه هذا سيخلق أعظم في حياتكم، تعلمون أنه هذا سيغير شيء في حياتكم، وتعلمون أنه هذا سيفتح شيء لكم، لكن أنتم تخترعوا كل الأسباب والمبررات لما لا يمكنكم أن تختاروه. فما هي 4 أو 5 أشياء، أسباب، التي تستخدمونها لعدم اختيار شيء؟ أول شيء هو المال. أنا ليس لدي المال. الوقت، ليس لدي الوقت. والعلاقات، وهذا بالنسبة لي، العلاقات، لا يمكنني أن أذهب لأنه لدي أطفال، أو لأنه لدي زوج، أو لأنه لأنه لأنه. والمرض هو شيء آخر. فاليوم سنتكلم خصوصاً بخصوص المال، محدودية المال، لكن إحنا نخرج بكل هذه الأشياء. إذا كان لم تستخدموا المال ليوقفكم من شيء، ستستخدموا شيء آخر، وهذا ما فعلته. أنا استخدمت المال لكي لا أختار ما أريد أن أختاره لسنوات كبيرة، وبعدين لما تخليت عن محدوديتي ومعاقاتي بخصوص المال، أنا عوضته بشيء آخر، عوضته بالعلاقات. لا يمكنني أن أغفل عن هذا لأنه كنت متزوجة. فما الذي تتجنبونه حقيقة؟ ما أنتم تقولون أنكم تريدون أن تختاروا هذا، تريدون أن تختاروا هذا الإيفنت أو هذا الشيء، وبعدين يطلع معكم كل مبررات لماذا لا يمكنكم أن تختاروا. فكل ما في ذلك، كل البلوكات التي تحطوها أمامكم لكي توقفكم من خلق وحصولكم على التغيير الذي ترغبون فيه، ولا تقولون أنكم ترغبون فيه. هل دمرت ونسفتوه عدد لا متناهي من المرات؟ Right or wrong, good, bad, pot, poker, nine shorts, boys and beyond. وهذا توضيح Access Consciousness، وسنستخدم هذا في هذه الليلة. وهو عموماً هو عصا سحرية. أنتم خلقتم حياتكم، خلقتم حياتكم من أشياء لا تتغير، والسبب الذي لماذا لا تتغير، أنتم خلقتم وعي، عدم وعي حول هذا. وجملة التوضيح Right or wrong, good, bad, pot, poker, nine shorts, boys and beyonds، هو مصممة لكي تذهب ما وراء عقلكم العقلي والمنطقي، ولكي تدخل في
عقلكم المجنون أين ليس هناك أي محدودية، أين لا يمكنني أن أذهب لهذا الكلاس لأنه ليس لدي المال، أليس هذا وجهة نظر مجنونة؟ أنا لا يمكنني أن أذهب لأن زوجي سيتضايق. هذه كل وجهات النظر التي نستخدمها لنوقف أنفسنا من اختيار شيء آخر، فكل ما في ذلك هل دمرته الآن؟ Right and wrong, good and bad, pod and pock, online shorts, boys and beyonds. فجملة التوضيح هي تسمح لكم أن تمسحوا كل هذه الأشياء لكي تصلوا إلى ما هو حقيقي بالنسبة لكم، ولكي تفتحوا. ليس هناك أي منطق لوجود هذه وجهات النظر، فقط لديكم وجهات النظر هذه. فجملة التوضيح هي لكي تتخلوا ولكي تتفوقوا على ما يحدكم ولكي تصلوا حقيقة للوعي ولما هو حقيقي بالنسبة لكم. فيمكنكم حتى أن تذهبوا إلى www.theclearingstatement.com إذا كان حبيتوا تعرفوا أكثر عن جملة التوضيح، وإذا كان أخذتم كلاس أكسس بارز أو لم تأخذوا يمكنكم أن تأخذوا، راح تتعلموا أكثر عن جملة التوضيح، وهذا يسمح لكم أن تمسحوا كل المعيقات التي لا تسمح لكم أن يكون لديكم اختيار. أنا قبل الأكسس بارز لم أعرف أنه كان لدي خيار، وعملت بوست اليوم أنا لم أترعرع، وأظن أنه الكثير منكم لم نترعرع بالأدوات، الأدوات لكي تستخدموها لحصول على أعظم. أنتم لديكم منيو صغير، قائمة صغيرة للاختيارات، يمكنك أن تتزوجي وتذهبي للجامعة وتحصلي على شهادة. فالبعض منكم ليس لم يكن حتى عندهم خيار أنهم يحصلوا على شهادة، بعض منكم أنه يحصلوا على أطفال فقط، فلم يعطوا لنا هذه الأدوات ولم يقال لنا أن لدينا اختيارات. ليس هناك أي شيء أعطانا مثال عن ما هو الاختيار، فلا تحكموا على أنفسكم. أنا لم أعرف أنه كان لدي خيار، لم أؤمن بنفسي تماماً، وهو لما بدأت البارز وأعمل جلسة البارز قلت واو، يمكنني حقيقة أني أختار، يمكنني أن أختار ما أريد، والآن علمت هذا، لكن مع ذلك كان لازال لدي كل المعيقات حول المال في حيز الوجود. فكيف تتفوق على ذلك؟ فاليوم سأشارك معكم حيل سحرية أو خطوات لخلق المال لكلاسات أو إيفنتات أو مهما كان تدريبات أو مهما كان تريدونها. إذن أولاً كلمة السيل، اختيار، choice. يجب عليكم أن تختاروا، ولا يمكنكم فقط أن تكونوا ما الذي يتطلب مني أني أختار هذا، ما الذي يتطلب مني أن أذهب إلى هذا الكلاس. لا يكون رقة خيار، يجب أن تختاروا حقيقة وتعملوا الطلب، أنا سأحصل على هذا. وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون لما تختارون شيء، وتعلمون لما تقولون فقط أنكم تختارون. كم من مرة في حياتكم قلتم نعم سأعمل هذا وبعدين لم تعملوا، علمتم أنكم لن تعملوه، ليس هناك طاقة أنكم حقيقة ستعملوه. فكم من مرة في حياتكم قلتم أنا سأحصل على هذا وعملتم كل ما هو متطلب؟ فربما كان هذا عمل، فرصة عمل أو كلاس أو قيامكم بترينينج أو أي شيء، كلنا نعرف الفرق. فيجب أن تكونوا واضحين، هل أنا أختار حقيقة أم أني فقط أقول أنه سأختاره؟ لأنك إذا قلتي فقط أنت أنا أريد أن أختار، ليس هناك طاقة فيه، فستحكمون على أنفسكم لما لا تخلقوه، فلما لا يتجلى لكم. أين لو كنتم نزهاء مع أنفسكم أنا أريد أن أختار هذا لكن أنا لم أختاره حقيقة الآن، ربما في المستقبل. إذن اختاروا. فمثال سيكون أنه أنا كنت متردة لكي أتي للمكسيك، هل أتي لو أتي؟ أنا كنت أحاول أني أجلب زوجي أيضاً، وليس لم يكن بخصوص المال، كان كيف سأتركه لأسبوع، فكنت أحاول أن أضمه في المشروع لكي يكون معي، وبعدين قلت أوكي أنا لن أقوم بذلك. وبعدين أسبوع قبل مجيئي لهنا كان في عالمي أنه أنا أردت أن أكون هنا.
بعد مخاطبتي له أنا عملت الخيار، وكان يجب علي لما كنت بين الاثنين، هل أذهب هل لا أذهب، هل وأنا أعرف أنه لما أفعل هذا أنا لا أختار، فكان يجب علي أن أكون حقيقية مع نفسي، هل أنا مختارة، هل أريد أن أختار هذا نعم أو لا، وبعدين أختار. ولما تقولون نعم أنتم كلكم داخل هذا الشيء، فكل ما لا يسمح لكم أن تكونوا حقيقة نزهاء مع أنفسكم، وتكونوا صافيين مع أنفسكم عن ما تريدون أن تختارونه، وكل ما تختارونه حقيقة هل دمرتوه وعدمتم خلقه. Right or wrong, good, bad, pot, pot, line, shorts, boys and beyonds. إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص الخطوة الأولى حطوها في الشات، إذا كان لا يمكننا أن نذهب للخطوة الثانية، الحيلة السحرية الثانية. إذا تختارون أخيرا تتخطوا الحائط، أنا سأحصل على هذا، أنا سأختار هذا. الآن اطلبوا من نفسكم، طالبوا من أنفسكم واسألوا الكون. هذا شيء كبير، أرى الكثير من الأشخاص يعملون خيار وبعدين ينتظروا أنه الكون يسلم لهم هذا الخيار على بابهم الأمامي. هذا ليس طريقة عمل الكون، يجب عليكم أن تكونوا طاقياً كلكم في هذا وتعملوا الطلب لكي تحصلوا على هذا مهما كان ما يتطلبه، أنا سأختار هذا. فأنتم تطالبوا من أنفسكم مهما كان ما يتطلبه، مهما كان ما هو متطلب مني، مهما كان ما يجب أن أختاره، مهما كان ما يجب أن أتخلى عنه سأحصل عليه، ولن أسمح للمال، ولن أسمح للوقت، ولن أسمح للعلاقات، ولن أسمح لأي من هذه الأشياء تلهيني. طالبوا من أنفسكم وبعدين اسألوا من الكون، فالكون يقول هي كلها في هذا الموضوع، وهي تقول نعم، والكون يقول خليني أدعمك، فخليني أساهم لك. الكون لا يمكنه أن يساهم ويدعمك إذا كان لم تكون أنت داخل هذا الشيء بكل كيانك. فكونوا نزهاء مع أنفسكم، صراحة صريحين، هل أنتم داخلين في هذا الاختيار أم أنتم جزء فقط، جزء مني والجزء لا جزء نعم. فأرى الأشخاص يعملون هذا، أنا أختار هذا، ما الذي يتطلبه لكي المال يتجلى، وبعدين وليس هناك أي طاقة، هم فقط يتمنوا أنه شخص يرمي لهم مال على حجرهم. فكل الأماكن التي أنتم عملتم ذلك وحكمتم على أنفسكم وحكمتم أن الكون لا يدعمكم، هل دمرتم نسفتم ذلك؟ Wow, right on, good and bad, put and poke, online shorts, boys and beyond. فهذا هنا الخيار، وكونكم في هذا الموضوع ومطالبتكم لأنفسكم يتماشوا مع بعض، ليس لا يمكنكم الحصول على شيء من غير الثاني. كيف حالكم؟ جميل، هل هناك أي أسئلة بخصوص ذلك؟ أن تكونوا واضحين مع ما تطلبونه من أنفسكم وتسألوه من الكون طاقياً، وانظروا مرة أخرى في حياتكم وأين لديكم هذه الطاقة، أين كانت موجودة هذه الطاقة أنكم طلبتم مهما كان ما يتطلبه، أن ربما غيرتم بلد أو غيرتم عمل، كان لديكم هذه الطاقة أنه هذا سيتغير وأنا سأحصل على شيء أعظم، وأنتم تخلقون ذلك لأنكم كنتم تطالبوا من أنفسكم، أنتم خالقين حياتكم وواقعكم، وليس هناك أي شخص آخر يخلق واقعكم، وكل الأماكن التي جعلتم المال خالق وصانع حياتكم وواقعكم، بدل أن تعوا أنكم صانعي حياتكم أنتم وواقعكم، هل دمرتم وعدمتم خلق ذلك؟ Right or wrong, good, bad, pot, pot, online, shorts, boys and beyonds. أوكي، هناك من كتب، ماذا لو سألت إذا كان لدي مليون دولار هل سأختار هذا الكلاس؟ والجواب هو لا، إذن لا ترغبين أن تختاريه، ويمكنك أيضا أن تختاري. شكرا للسؤال جول، يمكنك حتى أن تسألي هل هناك تغيير هنا الذي أرفضه؟
لأنه هذا رائع، لأنه هذا يوصلني إلى الخطوة أو الحيلة السحرية الثالثة، هو أن تكونوا نزهاء صريحين مع أنفسكم، أن تكونوا صرحاء بشكل وقح مع أنفسكم، لأنكم تقولوا أنا أريد أن أختار هذا لكن ليس لدي المال، لا يمكنني. أنتم تستخدموا المال لعدم اختياركم، وفي الحقيقة إذا كنتم صرحاء مع أنفسكم سترى أوكي، إنك إذا كان لدي 1,000,000 دولار في البنك هل سأختار ذلك؟ وسيصلكم لا، فهل حقيقة أنا رغبت أن أختار ذلك؟ هل هذا كان لشخص آخر أو رغبة شخص آخر؟ هل هناك تغيير أنا أرفضه؟ إذا كان تكلمنا عن كلاسات الأكسس، وإذا كان كلاسات الأكسس أنت تختار وعي أكثر، فأنت تختار أنك تكون أكثر إدراك، ولما تكون أكثر إدراك وأكثر وعي الكثير من المعيقات تتخلى من حياتكم، تخرج من حياتكم بما في ذلك أنتم، و أنتم تصيروا أعظم. لكن لما أنتم تريدون أن تتغيروا، لكن لما يأتي التغيير تقولوا أنا لا أريد هذا الكلاس، وهذا ليس خطأ. يمكنكم أن تسألوا هل حان الوقت؟ هناك وقت وتوقيت في الكون لكل شيء. أنا انتظرت 7 سنوات قبل أن أبدأ لكلاس، قبل أن أذهب لكلاس سبع أيام في كوستاريكا. أنا اخترت لما اخترت، وأنا استقبلت لما اخترت، ولكن هذا ل7 سنوات. كل سنة كنت أقول أنا أذهب إلى الكلاس 7 أيام، لكن لم أختار ذلك، لم أكن أطالب من نفسي حقيقة، وكانت هناك أشياء في عالمي لم أكن مستعدة أني أغيرها. وهنا الحيلة أو الخدعة رقم 3، أن تكونوا صريحين مع أنفسكم. فهل أنتم حقيقة تختارون ذلك، أم أنكم تقولون فقط أنكم تختارونه؟ المال دائما عذر لكي لا تختاروا. فإذا كان خرجتم المال من المعادلة، هل ترغبون حقيقة فيما تقولون أنكم ترغبون فيه؟ لأنكم يجب عليكم أن تتغيروا لكي تختاروا، لكي تحصلوا على هذا الاختيار، سواء تغيروا عمل أو تغيروا علاقة أو تحصلوا على عمل أفضل أو تأخذوا كلاس أكسس. يجب أن تكونوا، متطلب منكم أن تكونوا شيء مختلف لكي يتجلى هذا، وهل أنتم مستعدين لذلك؟ إذا كان لستم كذلك it's okay، يمكنكم فقط أن تعترفوا أنا لست مستعد الآن، ليس الوقت. يمكنكم حتى أن تطلبوا ما الذي يتطلبه أن أكون مستعد أن أتخلى من معيقاتي، وهل أنا أرفض التغيير الموجود الذي أنا أطلبه؟ من قررت أنه يجب سأخسره لو اخترت هذا؟ كل ما في ذلك هل دمرتناه الآن وعدمنا خلقه؟ Right and wrong, good, bad, pot, pop, online, shorts, boys and beyonds. ومن وماذا قررت أنه سأخسر لو قررت أني سأخسر ذلك؟ كل ما في ذلك عدد لا متناهي من المرات هلا دمرته الآن. Return on good bad pot pocket line shorts boys and beyond. هل ليال قالت هل يمكنك أن تقولي أكثر عن تخلي عن المحدودية عن المعيقات؟ يمكنك أن تفتحي المايك أيضا. أهلا أهلا إيمي، كيف حالك؟ تمام أنا بخير. نعم هو هذا الموضوع، خوف خسارة شخص. شكرا لك، أنت وصلت للموضوع وشكرا لتكلمك على هذا. كم من هذا أيضا كذبة،
وأنا وعيت أنه حتى بمجيئي للمكسيك هنا أنا ليس كلاس كبير بالنسبة للأساس العالمي، إحنا نعمل هذا الكلاس كل سنة، لكن هو طاقة أن أتي لبلد مختلف وبلد غريب علي لوحدي، لو لم أكن في علاقة لن يكون شيء غريب أو موضوع كبير بالنسبة لي، لكن هذه كانت طاقة ما الذي سيحصل لو اخترت هذا، وهو كل الأماكن التي قررت أنه سأخسر والتي ليست حقيقية، لأن الخسارة ليست حقيقية، ليس هناك خسارة في الوعي، هناك فقط احتمال أعظم. فإذا كان تختارون المزيد من الوعي، أنتم فقط ستخسرون ما هو معيق وستربحوا فقط ما هو أعظم. فالشيء والشخص إذا كان في حياتكم سواء عمل أو علاقة، وإذا كان لا يختار شيء لا يخلق أكبر سيرحل، لكن أنت لديك وجهة النظر عن ما يخلق أعظم في حياتك، هو معيق اللي قررت أنك ستخسريها التي لن تخسريها، وكل ما في ذلك عدد لا متناهي من المرات هل دمرته الآن. Right and wrong, good, bad, pot, poker, line, shorts, boys and beyonds. فكل مرة اخترت أعظم، زوجي اختار أعظم بعدي، لكن كان يجب علي أني أختار أولا، وحتى لو لم يعجب باختياري أنا رأيت التأثير في حياته بعد أن اخترت، ومع ذلك كان لدي في ذهني لو اخترت هذا في نوعا ما سأخسره، ومع ذلك هو ليس معيق في حياتي، هو يخلق أعظم في حياتي، فلما أنا أخطأ أخلق أعظم حياته أيضا صارت أعظم. فكل الأماكن التي اشتريتم وجهة نظر أو كذبة أنه خسارة هو واقع لكم، هل دمرته ونبذتم ذلك. Right or wrong, good, bad, put, buckle, and shorts, boys and beyonds. والخسارة هو موضوع كبير، ليس شيء يمكننا أن نتكلم عنه اليوم ونغطيه كليا، لكن سوري الانترنت فصل عندي شوية. What else is possible؟ لا يمكنكم أن تخسروا لأنكم قررتم أنه نعم هناك دراما في واقع أنه يمكننا أن نخسر. شكرا جزيلا لهذا. البعض منكم هو شخص، بعض منكم هو صدمة، هو حكايتكم ستخسروها، حكايتكم هي أكثر قيمة من اليسر والفرح المتاح. فكل ما في ذلك جنون صح، هل دمرنا ونسفنا ذلك. نعم. Right on, good, bad, but poker and shorts, boys and beyond. أنا أعي ما تقولينه، جوال قالت، ومع ذلك هذا ما أحاول أن أقوله. كليس هيوز قالت أنه هي كان لديها أرادت أن تذهب لهذا الكلاس 7 أيام مع غاري ودين، وكانت تواصل أن تقول أنا لدي لا، وبعدين حصلت على عمل، فالكون قال هي كانت تخلق هذا العمل الذي كان خفيف لها، وهي حصلت على الكثير من المال، لكن لم يكن بإمكانها أن تحصل على الاثنين، فماذا لو كان شيء بخصوص ذلك؟ أنا تكلمت عن هذا، إذا كان لا هو لا. أنت تحاولي أن تدخلي في استنتاج، ما أقوله إذا كان لا هو لا، تسألي إذا كان هناك شيء أعظم نعم أو لا، أو أم أنا هل أنا أتجنب اختيار يجب أو تغيير يحصل. كل مرة ستحصلي على لا، كل مرة تحصلي على لا يعني أنه خلاص أنا سأتوقف عند لا. أنت تسألي سؤال ولكي تحصلي على المزيد من الإدراك، لا لتحصلي على الإجابات. هي سألت سؤال وهي بقت في السؤال، وواصلت في طرح الأسئلة، اتبعت الطاقة،
وبعدين شيء آخر تم خلقه. الآن أنا أرى الأشخاص يعملون هذا، خفيف وثقيل، هذا ثقيل فهذا لا. لا، ليس فقط لأنه هو ثقيل أنت يمكنك أن تتوقفي عند الله، يمكنك أن تطرحي أسئلة أكثر. مجيئي للمكسيك هذا كان عبث بالعقل فعليا، خلاص أنا قلت هو ثقيل هو غريب وكل هذا. نعم أنا كنت مدركة بالكثير من الأشياء، السفر، الآن الكثير من الأشخاص لديهم وجهات نظر عن السفر، وكنت مدركة بالكثير من الأشياء، ومع ذلك يجب عليكم، شكرا لتكلمك عن ذلك، أنا آسفة يجب أيضا أن تدمروا وتنسفوا كل قراراتكم، كل استنتاجاتكم، كل انتظاراتكم، وعنكم عن ما تظنون عن ما تظنون عن أنفسكم. Right or wrong, good, bad, bad, popular, short, boys and beyond. بعدين تسألوا السؤال، يعني تدمروا إسقاطاتكم وانتظاراتكم عن أنفسكم وعن الآخرين. وبعدين إذا كان، لأنه إذا كان قررتم أنا لما أختار الشيء، إذا كان لدي وجهة نظر أنه هذا الشيء لن يخلق لي، وبعدين ستحصلي على لا، لأن وجهة نظرك تخلق واقعك، وجهة نظرك تخلق واقعك. فكل ما في ذلك عدد لا متناهي من المرات هلا دمرته ونسفته. الآن right and wrong, good bad pop pop online shorts boys and beyonds. Yes, it's just a comment on the Arabic Zoom. So I'm just gonna read it in Arabic first. أنا بالعادة، رحمة is saying، أنا بالعادة أسأل كيف راح تكون حياتي بعد سنة إذا اخترت هذا الكورس، بعدها أتبع الطاقة. فمثلا اليوم سألت عن كورس وصارت مشاكل عندي، فعرفت أنه ما راح يكون داعم لي هالكورس في الوقت الحالي. She's saying usually I ask how is my life going to be after a year if I choose this class, and then I follow the energy. Like today I asked about the class and then I had a few problems, so I knew that it is not a contribution to me now. So I just wanted to share first her comment, and then can you say something about it, please? It's not a question, it's a comment. But then my question is, can you talk about this when you go into, okay, something happened, when you have something happening that maybe is showing, like preventing you from choosing that? Is there tricks there, or is there questions we can ask? هل يمكننا نطرح أسئلة مثل ما قلنا، هل هناك شيء أنا أرفضه هنا؟ أنا سألتها يعني هل لما تصير معيقات هل يمكننا أن نسأل أسئلة أخرى؟ أوكي، هل هناك تغيير أنا أرفضه، أو هل ليس هناك، أو ربما الآن ليس الوقت، ليس خفيف أني أختار هذا الآن. ولمن منكم لمن لم يسمع بالخفيف والثقيل، الخفيف هو ما هو يسير لكم، هو ما يوسع عالمكم، هو ما هو حقيقي لكم. الثقيل هو دائما كذبة، فلما يكون ثقيل هو دائما متقلص. فإذا كان تختاروا شيء، إذا كان يوسع عالمكم ويسمح لكم بالتوسع، إذا هذا اذهبوا إليه. وإذا كان يعمل لكم تقلص، فاسألوا المزيد من الأسئلة. فما أطلب منكم أن تنظروا إليه هو ربما في بعض الأحيان لما يكون ثقيل، ليس لا، يجب أن تطرحوا المزيد من الأسئلة. هل أنا أرفض شيء هنا؟ هل هناك شيء لست مستعدا أن، هل أنا أرفض شيء؟ هل أنا أرفض أني أغير ما أقول أني أرغب في تغييره؟ وكأنه لما يكون لديكم كل الأسباب والمبررات لما لا يمكنكم أن تختاروا ذلك، أو للوقت أو للمال أو العلاقات، هل هذا خفيف أم هذا ثقيل؟ ثقيل، أليس كذلك؟ لأنها كذبة. المال دائما مبرر لعدم الاختيار، ولما ننظر إليه ما أريد أن ننظر إليه، ماذا لو لم يكن عليكم استخدام المال كمبرر لعدم اختياركم؟ ماذا لو فقط اعترفتم أنه أوكي أنا لم أختار هذا، ولما تختارون ذلك ستخلقون المال؟
فكل ما لا يسمح لكم أن تحصلوا على هذا الوضوح في عالمكم مع أنفسكم، هل دمرتم وعدمتم خلق ذلك؟ Right and wrong, good and bad, for the fuck online shorts, boys and beyonds. أنتم تواصلوا في محاولتكم أن تجعلوا الأشياء بخصوص المال، هو لا أبدا بخصوص المال، لا يكون أبدا بخصوص المال. فإذا كان اعترفتم وكنتم واضحين مع أنفسكم، إحنا عالقين في الثلاثة، كونوا واضحين مع أنفسكم، كونوا صريحين، والجميع لديهم أسئلة وكل الأشياء تطلع مع الطاقات المثيرة للاهتمام هذه. فإذا كنتم صريحين مع أنفسكم، هل أنا أختار حقيقة هذا؟ هل أرغب حقيقة في هذا؟ هل أنا مستعد أن أغير هذا الآن؟ فأنتم تتوقفوا أن تجعلوا هذا بخصوص المال، وتتوقفوا عن حكم عن أنفسكم والحكم عن واقعكم المالي. أوكي، هذا ليس بخصوص المال. فكم من مرة في حياتكم قلتوا أوكي أنا سأحصل على هذا ولا أختار هذا وسأخلق المال لذلك؟ لم يكن أبدا بخصوص المال بالنسبة لكم. فكل ما صعد مع ذلك وكل ما لا يسمح لكم أن تكونوا صريحين مع أنفسكم إلى درجة أنكم لا يجب عليكم أن تكونوا في حكم على ذاتكم بخصوص المال، هل دمرت وعدمتم خلقه؟ فهذه هي الطاقة. الكثير من الأحيان اشتريت وجهة النظر أنه لا يمكنني أن أذهب إلى الكلاسات ولا يمكنني أن أفعل هذا الشيء لأنه ليس لدي المال، لكن لم أكن مستعدا أن أكون صريحة مع نفسي. لم يكن بخصوص المال بالنسبة لي، هو أنه لم أختار ذلك. ولما قلت نعم، لما اخترته تماما، أنا خلقت المال. المال ظهر وكأنه بشكل سحري. إذن الخطوة الرابعة والحيلة رقم أربعة، وأعطيكم قصة بخصوص ذلك. ولما تختارون حقيقة شيء، حقيقة تقولون نعم، لما تطالبوا من نفسكم وتطلبون الدعم من الكون، الكون سيدعمكم، سيريكم طرق مختلفة، ربما كلاينتس جدد سيظهر، ربما البزنس سيصير أكثر حركة، ربما راح تحصلوا على ريفاند من التاكس. فلما تطلبوا الوعي، حطوا المال على جنب للوعي. لما تريدون الوعي، حطوا المال على جنب للوعي. أنا كنت في 24 سنة أو 25 سنة، أنا لم يكن لدي أي مال، أنا كنت في الجامعة. فصديقي كان يعمل، صديقتي كانت تعمل في أكسس، تعمل شيء اسمه أكسس، ولاحظت التغيير في عالمها. هي كانت حولي فعملت البارس في بعض الأحيان، وكنت أعي واستشعر طاقة هذا، واو. وكنت أقاوم ذلك لفترة، كنت أقاوم التغيير، وبعدين انحررت من ذلك وقلت أوكي أنا سأحصل على ذلك. خلصت مع موضوع المعاناة وفي حياتي، وقلت أني أختار هذا. لا أتذكر، أنا تذكرت فقط الذهاب إلى الجامعة يوما، وقلت أوكي أيها الكون، أنا أريد فعليا أن أذهب إلى هذا الكلاس البارز. وفي الماضي كان 270 يورو، وبالنسبة لي كان كثير من المال. لم يكن لدي المال في البنك، لم يكن عندي حتى عمل، كنت في الجامعة، وقلت أوكي أيها الكون، أنا سأكون هنا، أنا أريد المزيد من الوعي، ما الذي يتطلبه؟ أيها الكون ادعمني. بعض الأسابيع حصلت على جائزة لتلميذة السنة، لم أعرف أنه حتى موجودة هذه الجائزة. وذهبت إلى الحفلة وأعطوني شيك لـ200 يورو، وعرفت أنه هذا هدية الكون لهذا الكلاس. واو، ما الذي قمت به؟ أنا أقنعت نفسي أن لا أخذ الكلاس، أقنعت نفسي أن لا يمكنني أن أثق في صديقتي. أنا اشتريت وجهة النظر أنه هذا شيء غريب، وهذا وجهة النظر لماذا لا يجب علي أن أختاره. ذهبت إلى اشتريت آيباد لما كان الآيباد مشهور، اشتريت آيباد، وبعدين الآيباد انكسر بعد أسبوعين. نعم، وكلاس ريتشل أوبراين هي التي دعتني، فكسرت الآيباد. وريتشل كانت قالت لي
قالت لي أيمي لما تطلبي المال للوعي استخدميه للوعي، وتعلمت الدرس. أنا بعدين عملت هذا الشيء لما انتهيت من معاناتي، ولما كنت مستعدة أني أخذ الكلاس سألت مرة أخرى وخلقت المال لذلك. وما أقوله هو إذا كنت تختارون شيء، ربما المال لن يظهر في باكج واحد، يمكنكم ستحصلوا على كلاينت زائد في هذا الأسبوع، أو ستحصلوا على مال في حسابكم البنكي من طرف شخص. اسألوا هل هذا الكون، هل هذا دعم الكون لما طلبته؟ وحطوا هذا المال، كونوا أذكياء، حطوا هذا المال على جنب أو ادفعوا قليلا من الكلاس، حطوا اعملوا الالتزام. ولما بدأت السنة الماضية من سنوات لما اخترت الكلاس 7 أيام، لأنه واللي كان كثير من المال بالنسبة لي في هذا الوقت، لم أعرف كيف سيأتي لي المال، لكن أنا عرفت أنه سأذهب. جسمي كان يريني دائما أنا سنذهب، وبدأت أدفع للكلاس قبل أن أحصل على كل المال للكلاس. فالكلاس كان $6,000، وأنا حطيت $3,000، والتي علمت أنه لا يمكنني أن أحصل عليها كإعادة، لا يمكنني أن أستعيدها، ولكن عرفت أنه لو أدفع هذا الجزء أنا سأخلق هذا. لما تطلبوا الوعي المال للوعي وهو يظهر، لا تسقطوا وتنتظروا كيف سيتجلى أو الطريقة التي سيتجلى بها. كونوا في السؤال، هل هذا المال الإضافي الذي طلبته؟ وحطوه على جنب. هل هذا مفهوم؟ وهذا يوصلني لجزء أظن رقم 5، يمكننا أن تضموا أيضا جسمكم. فلما نظرت إلى ذهابي إلى 7 أيام، كنت أحلم في كوني في 7 أيام، يعني إيفنت 7 أيام هو كل كلاسات الوعي ل7 أيام. بدأت أن أحلم كوني في هذا الكلاس، فاستيقظت الصباح، واحد من الصباح، هل جسمي هل تختار ذلك؟ وجسمي قال لي نعم سنذهب، ولم أعلم كيف سأخلق المال، لم أعلم كيف سيظهر ذلك، ولكن علمت أنه إذا كان أراني جسمي أنه يريد أن يكون هناك، هو ساهم لي. فجسمك أيضا يمكنه أن يحصل لكم مال. لو جسمك يريد أن يكون في كلاس ليحصل على المزيد من الوعي، جسمكم سيدعمكم في ذلك. فهل تكونوا مستعدين أن تضموا أيضا جسمكم في خلق كل شيء، كل ما تطلبونه بما في ذلك شانون وكريستين؟ إحنا نخلق كلاس 3 أيام للجسد، وهو لجسمك. فإذا كان جسمك يريد أن يكون هناك، اسمحوا لجسمكم أن يريكم ويوصلكم بيسر لكيف ستخلقوا هذا بشكل سحري. يا واو. فكل الأماكن التي تحاولون أن تفهموا بعقلكم كيف ستحصلون على المال، لكل شيء تقولون أنكم ترغبون فيه بدل أن تسمحوا لجسمكم أن يريكم. هل دمرناه ونسفناه الآن؟ Right or wrong with bad pot pock online shorts boys and beyond. جسمكم لديه قدرات رائعة لتجلي كل شيء يرغب فيه، هل ستسمحوا له أن يريكم؟ جسمكم يمكنه أن يجلب زبائن جدد للبزنس، أو يمكنه حتى أن يساهم لجلب المال لأجساد آخرين. كم منكم لما تختارون المال أكثر، الأشخاص اللي حولكم يستقبلوا المال أكثر؟ هل أنتم مستعدين أن تستقبلوا المال منهم؟
ومن الأشياء التي قيل لي في البداية، إذا كانت تطلبين المزيد من الوعي وتريدين أن تكوني في إيفنت أو كلاس الذي يخلق الوعي، لا هل تظن أن الكون لن يدعمك في ذلك؟ ألا تظن أن الكوكب لا يريدك أن تكوني أكثر وعي؟ ألا تظن أن الكون يريد أكثر أشخاص وعيين؟ فهل أنتم مستعدين أن تدعوا الهدية التي أنتم عليها لاختياركم المزيد من الوعي؟ اسمحوا للكون أن يدعمكم في ذلك، بدل أن تحاولوا أن تفهموا ذلك بذهنكم، فكل مرة تختارون شيء وتذهبون لعقلكم توقفوا، وأنتم تحاولوا أن تفهموا ذلك بشكل تحسبوا، تحاولوا أن تحسبوا كيف يمكنكم أن تفعلوا ذلك، ما الذي يتطلبه ما الطاقة والفضاء والوعي والخيار الذي يمكنني أن أكون أنا وجسمي لكي أحصل على كل هذا، لكي يأتي بكل يسر، يتجلى لي بكل يسر. كل ما لا يسمح بذلك هلا دمرته الآن. Right and wrong, good, bad, pot, pot, and shorts, boys and beyonds. يجب أن تتوقفوا عن إعاقة أنفسكم. هل أنتم مستعدين أن تكونوا خارج التحكم؟ لا يمكنكم أن تتحكموا في ذلك، لا يمكنكم أن ذهنكم لا يعرف الاحتمالات، ذهنكم لا يمكنه أن يفهم كيف تتجلى لكم الأشياء بشكل سحري. فالجزء الآخر الذي أقوم به أيضا هو أني مع أشياء مثل هذه، لما يكون لديك أشياء مالية أو مشاكل مالية أو مع العلاقات أو مع العمل، أيها الكون إذا كان سيخلق المزيد من الوعي لأكون في هذا الكلاس أو في هذا التدريب أو في هذا الإيفنت، هل يمكنك أن تعيد ترتيب كل شيء لي بكل يسر من فضلك؟ وأنتم تسألون الكون، تسألون الكون أن يعيد ترتيب الأشياء، وبعدين تخرجوا من الطريق، لا تحاولوا أن تتحكموا، لا تحاولوا أن تفهموا الأشياء. فالسنة الماضية كنت ذاهبة إلى الكلاس 7 أيام مرة أخرى. أنا أعرف أنه يمكنني أن أخلق المال، لا أعرف كيف، لكن أعرف أنه لو اخترت ذلك سأختاره، لو حقيقة اخترته سأحصل على المال. فأنا المعيقات، كيف أقول لزوجي أني سأرحل لأسبوع و9 أيام لأنه مع السفر، وأنا ذهبت الشهر اللي فات سافرت أسبوع، فيا إلهي كيف أفعل، كيف أقول له؟ فقلت أوكي أيها الكون، لو هذا سيخلق أكثر وعي لي لكوني في هذا الكلاس، هل يمكنك أن تساعدني أن تدعمني؟ وأقول لزوجي ما هو المتطلب، هل يمكنك أن تعيد ترتيب هذه الأشياء لكي يتم خلق هذا بيسر؟ هذا ما يجب أن تطلبوه. الكثير منكم برازيليين تحبوا الدراما، وتحبوا أن تصلوا إلى الأشياء تحبوا التروما والدراما والصدمات، لأن أنتم عانيتم لحصولكم على ذلك. اطلبوا اليسر. ما الذي يتطلبه لكي يعيد ترتيب كل شيء بكل يسر؟ وقال لي أنا أخي يأتي لي لبعض الأيام، نفس الأيام الكلاس. قلت نعم شكرا يا كون. لم أكن قادرة أفكرها في هذا من قبل بذهني بعقلي، وأنا خلقت هذا بذهني، لم أكن متمكنة أني أخلق، لأنه هذا فيه تحكم كبير وقوة كبيرة من طرفي. فأنا طلبت، سألت السؤال، أن طلبت من الكون أنه يعيد ترتيب كل شيء لي، وأنا وصلت في الخلق، وصلت في اختيار الكلاس، عملي هذا الاختيارات والطلب والسؤال كل يوم الذي يمكنني أن أخلقه اليوم. والفكرة أنه لما تخلقوا أكثر وتختاروا أكثر حياتكم تصير أعظم، فالبزنس أيضا يصير أعظم، الكلاينتس يأتوا إليكم، زبائن يأتوا إليكم، كل شيء يتفوق في حياتكم، لأنه الكون يقولكم لا تلعب، تريد أن تلعب في هذا المستوى، تريد أن تلعب في المستوى الأعلى، أوكي أنا سأجلب لك زبائن أكثر وسأجعل مال أكثر يأتي إلى حياتك. لا تنتظروا لوجود المال لكي تختاروا، اختاروا بعدين المال يأتي. اختياركم هو ما يخلق المال، المال هو منتوج اختياركم وليس العكس.
إذا كان يجب علي أن أختار المال لأختار، لم أكن سأختار أي شيء، لم يكن لدي أي مال قبل أن أختار أي شيء، أنا اخترت وطاقة اختياري أعطتني التفوق وسمحت لي أني أختار المزيد، مزيد من المال، مزيد من الاحتمالات، استقبال أكثر. واو، فكل ما صعد مع ذلك وكل ما لا يسمح لكم لكي تكونوا خارج التحكم تماما، اللي تسمح للكون أن يعيد ترتيب كل شيء تطلبونه بكل يسر. هل دمرتوه وألغيتموه؟ Right and wrong, good and bad, put and pack, all nine shorts, boys and beyond. أظن أنه وصلنا لرقم 5. وبعدين الجزء الآخر لهذا هو أظن أنه رقم 5 أو 6، أن تكونوا فقط عمليين. انظروا إلى مبلغ الكلاس، انظروا إلى ما يتطلبه لكي تسافروا هناك، انظروا إلى ما يتطلبه لأكلكم، وإذا كان يجب أن تدفعوا لمربية أطفال، كونوا عمليين أيضاً. وكونوا أوكي، هو يتطلب مني هذا المبلغ المالي، لا تدخلوا في وجهة نظر أنه لا يمكنني أن أفعل هذا، هذا أكثر من اللازم. كونوا واضحين، وهذا ما أطلبه، أوكي، لكي يكون لدي مشروبات، لكي يكون لدي أكل، ولكي أدفع الفندق، ولكي أصل إلى هذا، هذا ما هو متطلب، كم يساوي. انظروا إلى أسعار الفنادق، أسعار الطائرة، وأيضاً اسألوا ما مداخيل المال التي يمكنها أن تدعم هذا، ما الذي يمكنني أن أضيفه لحياتي الذي سيخلق هذا حالاً. أنا مستعد أني أعمل ما هو متطلب في البداية. أنا نظرت إلى ما هو ممتع لي لكي أخلق المال، وبعدين استخدمت هذه الهدايا، وبعدين كنت أنظف في البداية، كنت أنظف بيت أخي، أنا كنت أحب التنظيف وخلقت كلاسة بارز. بعدين أنا عملت كنادلة، عملت كثير من الأشياء، كنت مستعدة أني أعمل أي شيء. ما هو متطلب؟ لا يجب عليكم أن تعانوا لتحصلوا على ذلك، ولكن الحياة سهلة جدا. مثلا أوستن، أنت راقصة أيضا، ميسرة رقص وتعملين يوغا، وتقولين أوكي، ما الذي يتطلبه لكي أحصل المزيد من الزبائن؟ فلما بدأت في أختار أني أختار أكثر، وقلت أنه أوكي، هل يمكنني أن أكلم هذا الشخص وأطلب هل يريد جلسة؟ وبعدين يقولوا لي نعم، أنا كنت أفكر فيك. هناك كلكم لديكم هدايا وهبات، فاستخدموها، لا تنتظروا، تجلسوا وتنتظروا المال أنه يأتي، ابدأوا بالعمل. كل ما لا يسمح بذلك. هل دمرنا الآن؟ Right and wrong, good and bad, bad and book, online shirts, boys and beyond. هل يمكنني أطرح سؤال؟ نعم نعم. فقط لحظة، كيف ممكن أقول هذا؟ هل يمكنني سماعي؟ آسفة لذلك. أنا فقط كنت أتساءل لما هل وصلت إلى لحظة أنه حسيتي فيها أنا خلصت مع هذا، لا أعرف ما الذي أختاره بناء على هذا الواقع. أنت خلص حصلتي على كل ما أنت مفروض تحصلي، أنت تزوجتي، عندك بيت وعندك سيارة، فالآن ما الذي أفعله؟ هل هذا حصل لك؟ هل هذا حصل لك من قبل؟ وإذا كان كذلك، ما الذي فعلته بعدين؟ لأنه بالنسبة لي أنا وصلت إلى منطقة أنه مللت. هذا سؤال رائع. نعم، فأنا وصلت لكلاس 7 أيام، ووصلت إلى جاري، وسألت جاري مؤسس أكسس، وقال لك أنت طلبتي، أنت تعرفين أنه كل شيء طلبتيه تجلى في حياتك، أنت كل شيء طلبتيه خلقتيه. وقلت أوكي، أنا لم أعترف به. أولاً، خطوة أولى، هل لو طلبتم لأشياء وظهرت يجب عليكم أن تعترفوا وخلقتها، وخلقتها، خلاص، جيد، اعترفوا بذلك. الاعتراف هو عظيم. فالآن ما الذي يمكنني أن أختاره؟ الآن أنت يجب أن ترفعي
طلباتك، يجب أن تطلبي أعظم، فما الذي لا تطلبينه هو الذي يمكنك أن تطلبيه، والذي لم تسمحي لنفسك أنك تطلبيه لأنك قررتي مسبقا أنك لا يمكنك أن تحصلي عليه، كل ما في ذلك عدد لا متناهي من المرات هلا دمرتي ونصفتي الآن. Right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and beyonds. ادخلي في هذا وخليها تعمل معك، وأيضا استشعري طاقة الحياة التي تريدين أن تحصلي عليها. لا يجب عليك أن تكون شيء واضحة، أشياء بيت، ربما تكون أشياء طاقية. ما هي الطاقات التي أريد أن تكون عليها حياتي؟ وبعدين كل ما يأتي لحياتك الذي لا يطابق هذه الطاقة، إذا كان اختار هذا، هل سأخلق الحياة التي أريد أن تكون الحياة التي أريدها أن تكون حياتي، وواصل في مشي نحو هذه الطاقة. وجول ليس لدي سؤال، هي فقط قالت شيء. لا أعرف ما هو سؤالك، إذا كان لديك سؤال أطلبيه. وأيضا أحس أنه مع ما تقولينه، هي كانت تختار كلاس، بعدين كلاس آخر ظهر وحصلت على لا. فأوكي، لن أذهب إلى هذا، سأعطيكم الأسئلة. إذا كان تنظرون في لشيء، اختياركم لشيء، أولا هل سيكون يسر؟ نعم أو لا. هل سيكون ممتع؟ نعم أو لا. وهذه ليست أشياء يجب عليكم أن تفكروا فيها سريع، نعم أو لا. هل سيكون يسر؟ هل نعم أو لا. هل سيكون ممتع؟ نعم أو لا. هل سيخلق أعظم؟ نعم أو لا. هل سيوسع عالمي المالي؟ واو، نعم أو لا. وبعدين أسأل هذا السؤال، هل هذا الكلاس سيجلب لي مال بعد الكلاس؟ لأنه بعض الأحيان يظهر لك وكأنك تصرفي، وأنت أبداً لا تصرفي، أنت تستثمرين في نفسك، أنت تستثمرين في حياتك، أنت تستثمرين في جسمك، وأنت تستثمرين في مستقبلك. فكم منكم قررتم أنه لما تصرفوا المال في كلاس هذا سيخرج، أنتم تتخلوا عنه، أنتم تستثمروا في ذاتكم. هذا أنتم تقولوا للكون أنا أشرف نفسي وأكرم نفسي وأنا مستعدة أني أستثمر في نفسي. لما تكونوا مستعدين أن تستثمروا في ذاتكم وتكرموا أنفسكم، حياتكم كلها تصير أعظم. إذا كنتم تستثمروا في ذاتكم في البداية، سيظهر وكأنه مال أكثر من اللازم، وهو كثير من وجهات النظر، سأصرف كل هذا المال عن نفسي، عن كلاس، عن إيفنت. فهل هذا يخلق المزيد من في حياتكم، في مستقبلكم؟ لأنه في اللحظة ممكن أن يظهر كأنه صرف مصاريف، ولكن ما الذي ستكون طاقة حياتكم بعد هذا الكلاس؟ وبالنسبة لي، كل ما أختار الشيء اللي يخلق أعظم، وأقول أنه أنا لم أخذ أي كلاس، كلاس أكسس أين لم يخلق أي شيء، ولم يكن هناك أي كلاسات صرفت عليها المال ولم ترجع لحياتي، وحياتي لم تصير أعظم، ليس هناك، وحياتي صارت أكبر. فهل هذا الكلاس سيجلي لي المال، سيجلب لي المال؟ فإذا كان يمكنك، إذا كان لديك أشياء مالية، يمكنك أن تسألي هل سيكون يسر لي ماليا بعد الكلاس؟ وإذا كان حصلت على لا، أنا لم أختر ذلك. فإذا كان اخترتم ذلك، هذا أوكي، تمام. فالخيار يخلق الإدراك. اعترفوا أنكم تستثمروا في ذاتكم وتستثمروا في المستقبل. أوكي. ليال، أنا أقول أسميها لالال، لالي هي ليال، لالال، ليال، أوكي. هي قالت أنه أنا أصرف مالي على أكسس وعلى كلابي. هذه هي الأساسيات في حياتك، وهو أيضا أداة جيدة. ربما لديكم أزواج أو أبناء، لما يقولون لكم لماذا تصرف على هذا الكلاسات الأكسس أو الوعي أو اليوغا، غاري دوغلاس أعطاني جزء من بخصوص ذلك، وقال لي اسألي. للبعض منكم لديكم بيزنس، وربما تخلقون كلاسات وتقولين هذا الشيء اللي يخلق لي مال، ولبعض منكم هذه أولوية بالنسبة لي،
فبالنسبة لي أنا أقول لزوجي هذه أولوية بالنسبة لي، هل هذه الأشياء التي تجعلني سعيدة؟ أنا أذهب لهذا الكلاس وأرجع وأكون أعظم وأكون في أكثر سعادة، هي أولوية لي. بالنسبة لك أولوية هي الستوكس الليال الأسهم هي الأولوية له. أنا يجب عندي تمرين تدريب عربي، أنا عندي ديسلكسيا. هذا تمام عادي ليال. فهو يستثمر في الأسهم، بالنسبة لي هو العمل على الجسد، أنا دائما أستثمر في جسمي دائما. إذا كنت أدفع المال على الجسم، انترنت غريبة معي بعد نفك. يلا سوري فصل معي زوم الإنجليزية. يلا نوسع الطاقة، نسمح بالإنترنت أن تكون داعم لنا. السؤال الأخير لا أتذكر، بس ممكن تستمعوا للتسجيل مرة أخرى، راح يطلع لكم أي شيء قالته يعني ما حصلتوا ما وصلتوا عليه، ارجعوا للتسجيل. أوكي، لأني ما متذكرة أنا شنو السؤال الأخير. يلا what else is possible. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. يلا يا إنترنت come back. يلا رجعت، جميل. فإذا كان استثمرت مالي هنا هل سيجلب لي المال؟ هو نفس السؤال، إذا كان اخترت هذا الكلاس هل سيجلب لي المال؟ أوكي جميل، أحس وكأني عملت ماراثون معكم. هل أنتم تمام؟ هل تحتاجون عناق جماعي مساج لبعضكم البعض؟ نعم. المترجمين تمام. I also felt I was on a marathon. I love it. Adrenaline. حسيت adrenaline ماراثون. الكثير من المعلومات موجودة هنا، فأردت أن أعطيها كلها لكم. كريستين قالت هل يمكنك أن تعملي ملخص للخمس حيل؟ أظن أنه هناك ستة، أنا أضفت واحدة، فهذه ربما ارجعوا واسمعوا التسجيل هذا. فهل يمكنني أيضا أن أقول لما تختارون تعلمون أن خياركم هو ما يخلق، تبدأون في رؤية كيف الكون يعمل وكيف أنتم تعملون، وكل ما اخترتم أكثر فأكثر، وكل ما اخترتم هذا ليس بخصوص المال أبدا، هو دائما بخصوص اختياراتكم. فأنا أحببت لو أخذتم أي شيء من اليوم، يلا what else is possible. internet work. يلا الانترنت فصل مرة أخرى، what else is possible. يلا خلينا نشوف نفعل الواي فاي. What else is possible? إذن
لا تنتظروا إلى أن يكون لديكم المال لكي تختاروا، إذا كان ترغبون في شيء اختاروه واخلقوه واسمحوا له أن يتجلى، خذوا الفعل، قوموا بالفعل وهذا سيظهر لكم بشكل سحري، وإذا كان لم يظهر لا تحكموا عليه، وربما يمكنكم أن تطرحوا أسئلة وواصلوا في النظر إلى ما الذي يمكنكم أن تختاروه أيضا. كارول، هل سؤالك، هل كان لديك سؤال؟ نعم لدي سؤال. فما أظن أنه ما يوقفني وما يوقفني من طلب شيء من ذاتي هو أنه لدي أشياء أريد أن أختارها، وبعدين أقول نعم هذا الشيء أنا أحتاج هذا وأريد أن أحصل على هذا وأرغب أن أحصل على هذا، وبعدين هذا يجعلني أبطئ السرعة، وبعدين أنا أرغب كل هذا، وبدل أني بدل أني عالقة في الشيء، أنا لست ملتزمة لشيء. سؤالك رائع، وهذا سؤال ما تعلمت بخصوص ذلك، لأنه نعم كم منكم لديكم الكثير من الأشياء تريدون أن تختارونها، بعدين تقولون بعدين لا تختارون أي شيء. فالسؤال الذي أطرحه، ما الموجود أمامي الذي يطلب أني أختاره الآن؟ هذا شيء عظيم. حتى بخصوص هذا، أن مجيئي للمكسيك، أنا اخترت كلاس من أسبوعين، وبعدين أنا قررت أني أذهب إلى المكسيك، فهناك الكثير من الكلاسات تأتي، هناك 7 أيام، وهناك كلاسات الانتيتيز، أريد أن يكون لدي حياة، أريد أن أشتري أشياء لحياتي، أريد أن أذهب في عطلة، وبعدين لكن هذا ما هو أمامي الآن الذي يطلب أن يتم اختياره، هذا الشيء، هذا أن أتي للمكسيك. فإذا كان قلت أوكي لا يمكنني أن أقوم بالمكسيك لأنه لدي كل هذه الأشياء التي هي هنا التي ليست أمامي الآن، ما الذي أقوم به؟ أنا أؤخر الاختيار وأقول للكون أنا يمكنني فقط أن أحصل على ألف أو باء، لا يمكنني أن أحصل على ألف وباء وسين وجين وكل الألفابت، كل الحروف. وهنا يجب أن تبدأوا أن تفتحوا الأشياء من ذكرياتكم الخلوية، أين اشتريتم الكذبات أنا حقيقية، أين يمكنكم فقط أن تحصلوا على هذا أو هذا، اخترت هذا لا يمكنني أن أحصل على هذا. وهنا طلبك من ذاتك هو طلبك من ذاتك الذي أنك ستحصل على كل شيء، وربما هذا توضيح للجميع. أنا سأتعلمه، لازلت أتعلمه، يمكنني أن أحصل على كل شيء، يا إلهي. هذا رائع جدا. شكرا. شكرا لك، وشكرا لتكلمك على هذا. أنا تكلمت، عملت منشور على الفيسبوك على حسابي، وكان هذا الموضوع أنه لو اخترت هذا إذن لا يمكنني أن أحصل على هذا، وإحنا بشكل متواصل نعمل هذا أو هذا كعالم. وبعدين وصلت إلى مكان أنه قلت أنا جئت إلى هنا، يمكنني أن أختار هذا، ويمكنني أن أحصل أيضاً على وجبة جميلة، ويمكنني أيضاً أن أحصل على جلسات جسد، ويمكنني أن أطالب أني أحصل على كل شيء، وأيضاً أعطوا لنفسكم وقت لكي يتجلى كل ذلك. وكريستين، أب كريستين قال لي هل تريدين أن تحضري الكلاس، وهذه هي فرصة، ماذا لو كان بإمكانكم أن تختاري الاثنين، كلاس 3 داي بودي والكلاس المتقدم للجسد أيضا، ماذا لو كان كل ما يسمح لكم أن تعرفوا وتختاروا ذلك وتطالبوا ذلك لذاتكم، دمروا وانسفوا من فضلكم. Right on, good, bad, pot, poke, online, shorts, boys and beyonds. انظروا إلى الأرض، لامسوا طاقة الأرض للحظة. أنا أقول earth لننطق الثاء الإيرلندية. ما هي طاقة الأرض؟ كم هي في وفرة؟ هل الأرض تطلب منكم أن تختاروا شيء أو شيء آخر؟
هل الأرض تستخدم هذا أو هذا؟ اختيارات محدودة. أم هل البعض منكم مميزين أكثر من الآخرين؟ هل الأرض تقول أنت يمكنك أن تحصل على الخيار لكن أنت لا، يمكنك أن تحصل على كل الخيارات وأنت لا؟ وهل الأرض أم هل الأرض تدعونا كلنا لكي نختار مهما كان ما نرغب فيه؟ فماذا لو لم يكن مهم؟ متى سيظهر ذلك؟ لو التوقيت لم يكن حقيقي، لو الوقت والزمن لم يكن حقيقي، ما الذي ستخلقه؟ ما الذي ستطلبوه؟ كم ستطلبوه؟ فكم من الخيارات المختلفة ستختاروها؟ يمكنكم أن تطالبوها منكم وتسألوها من الكون. وهل ستكونوا مستعدين أن ترفعوا طلباتكم؟ كأنه قلت كلمة بذيئة، طلعت كلمة up your ass ask. ارفعوا طلباتكم، هل أنتم مستعدين أن تطلبوا أكثر وأن تطلبوا أكثر مما طلبتموه من قبل؟ وواصلوا في رفع ذلك، دفع ذلك إلى فوق. أنتم أين أنتم الآن؟ فاطلبوا ما وراء ذلك، ولما يتجلى لكم هذا اطلبوا أكبر من ذلك وواصلوا في الطلب. وماذا لو لم تحكموا أبداً على ذاتكم بخصوص التوقيت عن متى الأشياء تتجلى؟ ارفعوا طلباتكم واستمتعوا بها. بهذا سندي مثلاً، سندي هي الجنية السحرية في أيرلندا، تخلق من لا شيء لأنها تستمتع جدا. فأحصلوا على كل شيء، هذا آخر جزء سأترككم معها. أخرجوا الاحتياج، لو لديكم احتياج، لو قلتم أن أحتاج هذا أن أحتاج هذا أن أحتاج هذا، هل لن يتجلى؟ الاحتياج يقتل التجلي. لو ظننتم أنكم تحتاجون شيء، أنتم لا يمكنكم أن تستقبلوا المساهمة من الكون. وكل كل الوعي وكل زملاء فريقكم لديهم هنا ليساهموا لكم، لو احتجتم منهم لن يظهروا، لن يكونوا مستعدين وقادرين على أن يدخلوا، حتى لأنكم في كذبة اللي هي الاحتياج. فتخلوا عن كل احتياج في عالمكم واخلقوا من سعادة ذلك الأمر وفرحة هذا الأمر. فلما تطلبوا استشعروا ذلك واستمتعوا بهذه الطاقة، واخرجوا من محاولتكم أن تفهموا كيف تحصلوا على هذا وكيف ستصلوا لهذا وتجعلوا ذو معنى كبيرة وثقيلة. بلعبوا وكأنكم طفل وقررتم أنكم تصطردوا لعبة جديدة. أنا أريد لعبة جديدة. أنا سأحصل المال من جدتي أو شيء، وأنا أنا جميل، فالأشخاص سيعطوني أشياء وسأبيع لهم أي شيء. فكونوا هذا الفرح والمتعة واللعب مع كل شيء وكل شخص. أوكي. أيضا أن إحنا طبخنا خلاص. هل كريستين، هل لازلت تريد اللف؟ هل أنت تمام؟ لا أعرف إذا كان يمكنني أن أرجع إلى أظن باربرا كتبتهم في الشات. وإحنا سنبعث إيميل بعد ذلك، ونحن نحط هذه الأشياء، هذه الخمس حيل أو الستة في الإيميل. شكراً للجميع، هذا كان ممتع جداً.
أرجو أنه كان هذا ممتع لكم أيضا. سنبعث لكم إيميل بعدين مع التسجيل. في بعض الأحيان الإيميلات تروح في الجانك أو سبام، لأنه يمكنكم أن ترمزوا الإيميل كآمن، فهل تريدون أن تقولوا أي شيء قبل أن نذهب؟ إذا كان أردتم أن تنضموا إلى سمفونية الاحتمالات مجموعة تذوق مع أرواح الأرض، ستكون يوم الاثنين صباحاً بتوقيت أمريكا. فإذا كان لستم في مجموعة دانس تو ونس، تعالوا أيضاً مجموعة الفيسبوك، لدينا الكثير من الفيديوهات والكثير من الأشياء تحصل هناك. شكراً أيمي، شكراً. أنا ممتنة جداً لمشاركتك لهذا السحر وهذا وفرة المعلومات والطاقة والتوضيحات، شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً. وريتشل دائما تتكلم عن كيف كلاساتها. نعم. أنا وريتشل لدينا كثير من الحكايات.